في تقرير قبل كده كان طبعا الشبات نفسه. خلينا في كره السله الاول، معلش انا ماتش كره اليد واخدني شويه، يمكن الدنمارك حط الجون 33 31، معلش اعذروني الماتش شادد، والحقيقه احنا كلنا مع قلوبنا مع منتخب مصر. طيب عندنا فريق الشبات، يمكن فوزنا ببطوله القاهره طبعا تحت 18 سنه بقياده الكابتن عمرو صابر، كان عندنا مباراه مهمه جدا وكانت مع الجزيره وفوزنا 79 35. مباراه كانت مهمه، ويمكن كابتن عمرو كلمني قبل المباراه وكان مشدود شويه وكان قلقان، بس طبيعي يعني السكور ما شاء الله 79 35 سكور كبير. الحقيقه كاميرا الابطال زي ما عودناكم بنكون مع ابطالنا في كل مكان، كانت مع الفريق وسجلت التقرير ده، نشوفه ورجع لحضراتكم. البطوله دي في اول سنه، طبعا في اول سنه بطوله المنطقه لعبنا بالظبط 15 مباراه، الحمد لله 15 مباراه يعني كلهم مكسب الحمد لله. كان في دور اول ودور قبل نهائي وبيست اوف 3 ودور اللي هو النهائي خالص. ان شاء الله عندنا بطوله الجمهوريه، مستنيين بس الجدول بتاعي ينزل امتى، بس هي في ظرف الشهر ده ان شاء الله، واحنا ان شاء الله هنبتدي الاستعداد ليها من يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. طبعا بطوله المنطقه تعتبر بطوله بنبدا بيها الموسم دايما في النادي الاهلي، ان احنا ما ينفعش نخرج بره النادي يعني. فالحمد لله ربنا كرمنا بيها، لعبنا طبعا في وقت ثلاث ماتشات ورا بعض، كان لازم نلم الناس شويه علشان كانت ناس منهم في المنتخب وناس كانت مع فرقه 16، فقدرنا ان احنا نلم الموضوع شويه في كام تمرين قبل البطوله وربنا كرمنا الحمد لله. الحمد لله كنا متوقعين الفوز عشان احنا يعني اعلى فرقه في المستوى، وسائر النادي الاهلي عمره ما بيلعب على تاني فلازم نلعب اول، كنت متوقع الفوز. والله البطوله دي كانت مهمه لينا كلنا، لان احنا السنين اللي فاتت كنا طول بناخدها الحمد لله، بس احنا كانت مهمه بالنسبه لنا عشان فتره الكورونا لما رجعنا، فالموضوع كان صعب بالتجهيزات عن السيزونز العاديه، فكان موضوع مهم بالنسبه لنا نكسبها وناخدها برده كتمرين وتجهيز لبطوله الجمهوريه ان شاء الله الفتره اللي جايه. هو على طول كان في التمرين حتى بيقول ان احنا فارقين جدا في المستوى عن بقيه الفرق، وان احنا عندنا ناس كتير قوي منتخب لعبوا منتخب مرتين واللي لعب مره، فهو كان على طول بيحفزنا ويقول لنا ان احنا نقدر نكسب، وفرق كبير جدا حتى قبل الماتشات كان بيجمعنا ويفضل يشجعنا يعني ويقول لنا ان احنا قدنا ونقدر نكسب. هي كانت بطوله فيها كذا فريق منافس لينا صعب، بس احنا الصراحه كنا مركزين جامد، احنا عايزين ناخد البطوله، ان هي بالنسبه لنا المفروض ان هي اسهل من بطوله الجمهوريه شويه، فاحنا كان ده التارجت بتاعنا ان احنا نوصل البطوله دي بسهوله وناخد اول، والحمد لله خدنا الاول. انا احب اقول ان هي كانت بطوله مهمه قوي بالنسبه لنا، بس لسه عندنا الاهم الجمهوريه، فدي اللي هو دي اللي بتشجعنا للجمهوريه، اللي هو حافز لينا اللي هو لا احنا لسه عندنا كتير والبطوله جمهوريه اجمد، فدي بالظبط زي انها تمهيدي للجمهوريه. هي طبعا كانت صعبه قوي وكان في فرق منافسه كتير، بس احنا الحمد لله كنا قدها، والكابتن كان بيشجعنا يعني كل ثانيه اي حد حتى لو ضيع يلا ومش عارف ايه، اللي هو مش حاططنا تحت ستريس قوي او كده، فهي طبعا يعني بتوفيق ربنا وان احنا كنا قلبنا على بعض وكده بنحب بعض، فعشان كده ربنا كرمنا الحمد لله. بحب اشكرهم كلهم عشان احنا فعلا فعلا الفرقه كلها كانت بتدعم بعض، حتى لو في اي مشكله كنا بنشجع بعض في التمرين في الماتش في اي حته، حتى كان في فتنس حتى كان ضعيف بنشجع بعض فيه الحمد لله. هي بطوله كانت حلوه جدا، فيها حماس فيها تحديات ما بين الفرق، استفدنا منها كتير جدا، قويه كده بطوله المنطقه، ان انت تاخدي بطوله المنطقه دي حاجه حلوه جدا، والحمد لله اخذنا المركز الاول. لا كان مجهود كبير قوي الصراحه، هو اصلا بتشجيعه لينا يعني ادانا حافز كبير قوي لينا ان احنا اصلا نكسب، يعني من غير الصراحه ما كناش هنكسب، وكمان هو كابتن هادي جدا، فهو ده اصلا اللي كان بيساعدنا على طول، يعني ما كانش متعصب بقى في الملعب ولا اي حاجه، على طول كده هادين وبتاع عشان نكسب، حتى احنا كسبنا بفرق كبير يعني الحمد لله، وربنا معانا في الجاي يعني. هما بنات رجاله الصراحه، وانا يعني متصاعده معاهم، هما شخصيات حلوه جدا وكلهم يعني ما حسونيش ان انا قصدي صغيره او هما اكبر مني، بالعكس كلهم يعني بيحبوا بعض وانا بحبهم جدا الصراحه يعني. اصعب مباراه كانت هي اول واحده مصر التامين، هي احنا ما كناش يعني متوقعين ان مصر التامين كويسه، ف كويسه قوي، بس الجيم كان كويس، كان بوينت هنا وبوينت هنا لحد ما الحمد لله في الاخر فرقنا وبقينا كويسين جدا، ويعني الحمد لله ان احنا ادينا الاداء الكويس ده. طبعا الكابتن كان دوره كبير جدا، هو كان بيشجعنا طول الوقت وبيدعمنا جدا، بنحب طبعا نشكره جدا، وبشكر طبعا فرقتي على مجهودهم الكبير، وان شاء الله ناخد الجمهوريه. انا بحب اشكرهم بجد، وبشكر الكابتن جدا على كل حاجه عملها معانا ومع الفرقه، ان احنا كنا تيم واحد وبنحب بعض وعلى طول مع بعض، كنا دايما بنشجع بعض.